مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة العلوم. وفي هذا اليوم أعزائي الطلاب سوف نبدأ في الوحدة العاشرة، ولكي نتعرف على موضوع درسنا لهذا اليوم كما تعودنا أعزائي الطلاب، لاحظ معي عزيزي الطالب هذا الشكل واستنتج إجابة الأسئلة التالية. السؤال الأول، حدد اتجاه اهتزاز الحلقات في الموجتين الأولى والثانية. نلاحظ في الموجة الأولى أن الحلقات تهتز إلى أعلى ولأسفل كما هو واضح أمامك، أما في الموجة الثانية نجد أن الحلقات تهتز إلى اليمين وإلى اليسار كما هو واضح أيضا أمامنا. السؤال الثاني، هل تنتقل الحلقات من أماكنها أم الاهتزاز في الموجتين؟ لاحظ هنا عزيزي الطالب أن الحلقات تهتز إلى أعلى ولأسفل ولكنها تظل في أماكنها، وهنا أيضا تهتز إلى اليمين وإلى اليسار ولكن تظل أيضا في أماكنها، وبالتالي الذي ينتقل هو الاهتزاز وليس الحلقات. سمي الموجتين اعتمادا على اتجاه حركة الحلقات. الموجة الأولى تهتز الحلقات إلى أعلى وإلى أسفل عموديا على اتجاه الانتشار، وبالتالي من الممكن أن يطلق عليها موجة مستعرضة. أما الموجة الثانية تهتز الحلقات إلى اليمين وإلى اليسار في نفس اتجاه الانتشار، وبالتالي من الممكن أن يطلق عليها موجة طولية. ما موضوع درس اليوم أعزائي الطلاب؟ من خلال هذه الأسئلة نستنتج أن موضوع الدرس سوف يكون عن الموجات المستعرضة والموجات الطولية. ويتوقع أعزائي الطالب بنهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تصف انتقال الموجة خلال الوسط موضحا نقلها للطاقة وليس للمادة. اثنين، أن تقارن بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية. والآن أعزائي الطلاب هيا بنا لنقوم بتحقيق تلك الأهداف من خلال العرض التالي. والهدف الأول والنشاط الأول، ما نوع حركة الموجة؟ والكتاب المدرسي صفحة رقم 118. ولكي نحقق هذا النشاط أعزائي الطالب تعال معي لنشاهد هذا الفيديو عن حوض الموجات. بداية هذا هو حوض الموجات، أما هذا فهو مولد الموجات أو المتذبذب، أما هذه فهي مصدر الاهتزاز، وهنا هو كشاف ضوئي. نجد هنا أيضا يوجد في الجهاز مرآة عاكسة، وهذه هي الشاشة التي تظهر عليها الموجات التي سوف تتولد في هذا الحوض الذي توجد به كمية من الماء. والآن أعزائي الطلاب باستخدام مصدر الاهتزاز واللي هو عبارة عن مسطرة مستقيمة، نستطيع أن نولد موجات مستقيمة كما هو واضح أمامك الآن. هذه هي الموجات المستقيمة، نلاحظ أن الخطوط المضيئة تمثل القمم، أما الخطوط المظلمة فإنها تمثل القيعان، ولها تفسير علمي بسبب عملية انعكاسها للضوء. هذه الموجات أعزائي الطلاب كما هو واضح أمامك الآن، نلاحظ هنا في هذه الموجات عندما يتم زيادة التردد نجد أن خطوط الموجات تتقارب من بعضها البعض، ونجد أن العلاقة بين التردد وطول الموجة علاقة عكسية، كما نجد أن طول الموجة هو عبارة عن المسافة بين كل قمتين أو قاعين متتاليين في الموجة المستعرضة. عزيزي الطالب كل خطين مضيئين يسمى كل منهما قمة، كما تلاحظ الآن هنا نجد أنه بزيادة التردد نجد أن طول الموجة يقل وتتقارب الموجات من بعضها البعض كما هو واضح الآن. أيضا أعزائي الطلاب من الممكن نغير مصدر الاهتزاز لتوليد موجة أيضا دائرية. هذه هي الموجة الدائرية لأن مركز الاهتزاز مركز نقطي، ونجد هنا أيضا من الممكن أن نلاحظ أنه عندما يزداد التردد تتقارب القمم من بعضها البعض، أي يقل الطول الموجي بزيادة التردد. إذا نستنتج من هنا أعزائي الطلاب أن الموجة يمكن إحداثها نتيجة مصدر اهتزاز أو ذبذبة أو تصادم في جزيئات الوسط. أيضا الطول الموجي يوجد بينه وبين التردد علاقة عكسية، حيث أنه بزيادة التردد يقل الطول الموجي والعكس، كما أن الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. وما زلنا أعزائي الطلاب مع النشاط الأول، وهذه الصور التي توضح أحد أنواع الموجات التي تحدثنا عنها. ما نوع هذه الموجة الموضحة بالشكل؟ نجد أنها عبارة عن موجة طولية لأن جزيئات الوسط أو الحلقات تهتز إلى اليمين وإلى اليسار في نفس اتجاه انتشار الموجة.
كما أوضحنا اتجاه الاهتزاز في نفس اتجاه انتشار الموجات. ما المقصود بمصطلح موجة طولية؟ هي عبارة عن موجات تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة كما أوضح أيضا في هذا الشكل. نلاحظ هنا أن الاهتزاز إلى اليمين وإلى اليسار في نفس اتجاه انتشار الموجة. وما زلنا مع الموجة الطولية أعزائي الطلاب، والسؤال التالي: مما تتكون الموجة الطولية؟ لاحظ هنا أعزائي الطالب تتكون من تراوطات وتخلخلات. نجد التراوط وتقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض، أما التخلخل تباعد جزيئات الوسط من بعضها البعض، فهذا تخلخل وهذا تراوط كما هو أمامك الآن. أيضا ما المقصود بالتراوط والتخلخل؟ التراوط هو عبارة عن تقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض، أو أقصى تقارب لجزيئات الوسط من بعضها البعض. أما التخلخل فهو عبارة عن أقصى تباعد لجزيئات الوسط من بعضها البعض. والأمثلة التي توضح هذه الموجة، هناك مثالين: موجات الصوت وموجات الانضغاط عبر النبض كما هو واضح أمامك الآن. وننتقل الآن إلى النوع الثاني من الموجات. ما نوع هذه الموجة أعزائي الطلاب؟ هذه الموجة هي عبارة عن موجة مستعرضة، لأن جزيئات الوسط أو الحلقات تهتز إلى أعلى وإلى أسفل عموديا على اتجاه الانتشار كما واضح الآن. الاتجاه الاهتزاز كما أوضحنا عموديا على اتجاه الانتشار. ما المقصود بالموجة المستعرضة؟ هي عبارة عن موجة تهتز فيها جزيئات الوسط عموديا على اتجاه انتشار الموجة كما في واضح في هذا هي الصورة المتحركة وأيضا في هذه الأشكال. والسؤال التالي: مما تتكون هذه الموجة؟ كما هو واضح عزيزي الطالب تتكون من قمم وقيعا، فنجد هنا أقصى إزاحة إلى أعلى جزيئات الوسط تكون قمة، وأقصى إزاحة الأسفل تكون القاع، وهذا هو التعريف. أقصى ارتفاع لجزيئات الوسط من موضع السكون تكون القمة، وأقصى انخفاض لجزيئات الوسط من موضع السكون تكون القاع. والأمثلة الموضحة لهذه الموجة هي موجات الماء وموجات الضوء. والآن مع رسالة المتابعة والكتاب صفحة 120: الموجة الطولية تتحرك فيها الموجة طوليا، أما الموجة المستعرضة فإنها تتحرك بشكل عمودي. أيضا تتكون الموجة الطولية من تراوطات وتخلخلات، أما الموجة المستعرضة تتكون من قمم وقيعان. ومخطط الموجة الطولية يكون بهذا الشكل: تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، أما الموجة المستعرضة تهتز جزيئات الوسط إلى الأعلى وإلى الأسفل عموديا على اتجاه الانتشار. والآن ننتقل للنشاط الثاني والهدف الثاني: هل تنقل الموجات المادة أم لا؟ والكتاب صفحة رقم 122. ولاحظ عزيزي الطالب هذه الصور واستنتج منها هذا النشاط. نلاحظ هنا في هذا الشكل نجد أن هذه القطعة لا تمثل قطعة خشبية أو قطعة من الفلين، تهتز في شكل شبه دائري إلى أعلى والأسفل، ولكنها لا تغادر مكانها في سطح الماء. نجد هنا أيضا الحلقات تهتز يمينا ويسارا، ولكن تظل الحلقات في نفس أماكنها دون أن تغادرها، وهذه موجة طولية وهذه موجة مستعرضة. لاحظ هنا أيضا عزيزي الطالب هذه النقاط السوداء، نجد أنها تهتز إلى أعلى ولا أسفل، ولكن لا تغادر أماكنها، وهذا الشكل يوضح أيضا موجة مستعرضة. إذا من هذه الأشكال نستنتج أن الموجة بنوعيها تنقل طاقة ولا تنقل مادة، والدليل على ذلك ثبات جزيئات الوسط في أماكنها دون انتقالها، ولكن الاهتزاز هو الذي ينتقل را جزيئات الوسط. والآن مع سلة المتابعة، صف ما حدث لقطعة الفلين أو البلاستيك عندما عبرت الموجة المائية أسفلها. نجد أنها تهتز للأعلى والأسفل دون أن تنتقل من مكانها، أي أنها تهتز عموديا على اتجاه الانتشار. صف ما حدث لموقع الشريط عندما عبرت الموجة الطولية على طول النابض. نجد أنه يهتز يمينا ويسارا دون أن تنتقل من مكانها، أي في نفس اتجاه الانتشار. صف ما حدث لموقع الشريط عندما عبرت الموجة المستعرضة على طول النابض. نجد أنه اهتز الأعلى والأسفل دون أن ينتقل من مكانه، وبالتالي اهتز عموديا على اتجاه الانتشار. كيف يوضح الدليل من التجربتين أن الموجات تنقل الطاقة ولا تنقل المادة عند انتشارها؟ الدليل أعزائي الطلاب هو انتقال الاهتزاز من جزيء لآخر في الوسط دون انتقال جزيئات الوسط ذاتها من أماكنها. والخلاصة أعزائي الطلاب، الموجات الميكانيكية تنقسم إلى نوعين: موجات مستعرضة تتكون من قمم وقيعان كما أوضحنا، تهتز فيها جزيئات الوسط عموديا على اتجاه الانتشار مثل موجات الماء وموجات الضوء. أيضا نجد أن موجات طولية تهتز في نفس اتجاه الانتشار تتكون من تراوطات وتخلخلات مثل موجات الصوت والموجات المتولدة عن نابض. ومن ذلك نستنتج أن الموجات الميكانيكية تنتقل على شكل اهتزازات خلال وسط مادي، أي أن هذه الموجات لا يمكنها الانتقال في الفراغ ولكن تنتقل في الأوساط المادية فقط. يعرف الاتجاه الذي تنتقل فيه الموجة باسم اتجاه انتشار الموجة. تنقل الموجة الطاقة من المصدر في اتجاه انتشارها.
تعود الجسيمات إلى موقعها الأصلي بعد مرور الموجة، وبالتالي لا يحدث انتقال المادة بواسطة الموجة، وهذا الشكل يوضح ذلك. هذه النقاط نجد أنها تظل ثابتة قبل مرور الموجة وأثناء مرور الموجة وبعد مرور الموجة، نجد أن هذه النقاط في أماكنها، وهذا دليل قاطع على أن الموجة تنقل طاقة ولا تنقل مادة. والآن أعزائي الطلاب مع أسئلة الدرس وصفحة الكتاب 124، والسؤال الأول: ما نوع الموجة التي يكون فيها اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط باتجاه انتشار الموجة نفسه؟ بالفعل هي موجة طولية. أي العبارات الآتية تصف موجة في حوض ماء وصفا صحيحا؟ نجد الإجابة أعزائي الطلاب هي موجة مستعرضة تنقل الطاقة باتجاه الانتشار. السؤال التالي: يوضح الشكل المقابل موجتين في نابض، ما نوع الموجة في النابض A؟ هي موجة مستعرضة. ما نوع الموجة في النابض B؟ هي عبارة عن موجة طولية. السؤال الرابع: يبين الشكل المقابل بعض الموجات التي تشكلت بعد إلقاء حجر في بركة ماء، صف كيف توضح أن الموجات تنقل الطاقة ولكنها لا تنقل الماء خلال انتقالها عبر البركة؟ نجد عز الطالب استواء سطح الماء بعد مرور الموجة وثبات العمق دليل قاطع على أن الماء كما هو في مكانه لن ينتقل بانتقال الموجة. والسؤال الخامس: ثبت أحد الطلاب حبلا بمقبل الباب وهز طرف الحبل الآخر إلى أعلى وإلى أسفل كما بالشكل الموضح، ما نوع الموجة التي أنتجها الطالب في الحبل؟ هي بالفعل موجة مستعرضة. حدد على رسم اتجاه انتشار الموجة واتجاه الاهتزاز الجزيئات والقمم والقيعان. نجد عز الطالب هذا هو اتجاه الانتشار من مصدر الاهتزاز أي اليد إلى مقبض الباب، ونجد اتجاه الاهتزاز من أعلى إلى أسفل والعكس أي أنه اتجاه عمودي على اتجاه الانتشار. هذه تسمى قمم، هذه أيضا تسمى قيعان. السؤال السادس: يعتقد الطالب أن سرعة الموجات في حوض من الماء تعتمد على عمق الماء، صف كيف يمكن الطالب أن يختبر ذلك؟ سوف يقوم باستخدام حوضين متماثلين أحدهما ممتلئ بالماء والآخر حتى الربع ماء، ونسقط بكل منهما نفس الحجر من نفس الارتفاع عن سطح الماء، ونلاحظ أي الموجتين يصل للجانب الآخر من الحوض أولا، وبالتالي يستطيع بذلك إثبات وجهة نظره في اختلاف السرعة باختلاف العمق. السؤال السابع: تتحرك موجات الماء في الشاطئ إلى الأمام والخلف، لكن عندما تتراجع الموجة تترك وراءها بعض كميات المياه في برك ضحلة كما هو واضح أمامك، اشرح لماذا لا تعد هذه الموجات هي نفسها موجات الماء التي يسببها إسقاط حجر في بركة مائية. هنا عز الطالب اختلافين: اختلاف مصدر الطاقة والعمق، فهنا نجد أن مصدر الطاقة يكون الرياح وطاقة المد والجزر، وفي البركة نجد أن مصدر الطاقة اصطدام الحجر بالماء، كما أن العمق هنا في حالة البحر أو النهر يكون أكبر بكثير عن البركة. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنيتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.